الو، ازيك يا استاذ محمود؟ ايه المفاجاه الظريفه دي؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا بس يعني كان في موضوع كنت عايز اتكلم معاكي فيه، وانا خايف ان انا اكون معطلك عن اي حاجه بتعمليها. ربنا يخليك. هو بصي، يعني يا ريت اقدر اقابلك، وفي حاجات كتيره قوي عايز اتكلم معاكي فيها. لو ما اتكلمتش معاكي فيها هبقى متضايق جدا طول الوقت. طب على مهلك شويه، انت مستعجل كده ليه؟ احنا مش في بروف. ايوه كده كويس. شوف يا استاذ محمود، احنا اشتغلنا مع بعض 4 شهور ونجحنا برضو مع بعض، وفي بينا صداقه، والصداقه دي بتدي لك حق ان انت تكلمني في التليفون وتطلب تقابلني عشان اللي انت عايز تقوله لي. عموما حدد المكان والزمان وانا هقول لك اذا كان يناسبني ولا لا. ايه ده سي في؟ انت بتدور على وظيفه ولا حاجه؟ لا، وظيفتي ايه؟ ما انت عارفه الحمد لله، يعني انا موظف هيئه المسرح وكل حاجة عندي تمام الحمد لله، ومكتوبة عندك في السي في. بس بصراحة يعني من يوم ما ودعتك في الحفلة بتاع تكريم الجامعة وأنا حاسس إن الدنيا فاضية وملهاش أي معنى. معقولة فنان زيك بيكتب المعاني الجميلة دي يقول إن الدنيا فاضية وملهاش معنى؟ بصراحة يعني أنا كنت شغال في المسرحية بتاع كليتك، ما كانش في دماغي أي حاجة غير إن أنا أكسب منها قرشين من التأليف والإخراج. بس لما شفتك كان نفسي ابقى الاول، كان نفسي اعجبك وابهرك. وفعلا عجبتني وانبهرت بيك. وبعدين دكتوره ثانيه، انا بحبك، ممكن ارتبط بيك؟ عايز تخطبني وتتجوزني يعني؟ امال ارتبط بيك يعني ايه؟ طبعا لو تسمحي يعني. ايه رايك استاذ محمود؟ انت انسان مناسب جدا، خريج معهد فنون مسرحية ومشروع كاتب كبير، وكمان سنك مناسب بالنسبة لي. عيبك الوحيد النرفزة والعصبية، وانت زي ما قلت لي ان ده من بره عشان تقدر تسيطر على الولاد ويلتزموا ويحفظوا. طبعا يعني ده شكل واحد بيتنرفز، ما هي حاجة تنرفز يعني. الحقيقة انت اي بنت تتمناك، بس انا كمان ليا ظروف خاصة لازم تعرفها، وبعد كده تقرر اذا كنت عايز تتقدم لي ولا لا. ظروف ايه يعني؟ مرتبطة، مخطوبة مثلا؟ ايوه فعلا، انا كنت مخطوبة قبل كده لانسان كويس قوي، كنت مقتنعة بيه بعقلي وبقلبي. كان بيشتغل دكتور، كان مسؤول عن مكتب فحص الراغبين للزواج، وزي ما تقول في هزرايا كده قررت انا وهو نعمل فحص. نتيجة الفحص ده ان انا عندي عيب يمنعني من الانجاب. ده ما سببليش مشكلة لأني مؤمنة وراضية بقضاء ربنا. كنت بعوض موضوع الإنجاب ده مع الطلبة بتوعي وولاد أخويا. المشكلة كانت عنده هو، كان عاوز يكون أب. طب أنا بقى يا ستي لا عايز أكون أب ولا بحب العيال، أنا عايز كده. أنا بشكرك جدا على مشاعرك النبيلة دي، بس أنا عارفة إن أنت فنان ومندفع. أرجوك خد وقتك وفكر، وأنا هستنى تليفونك. أنا لا هاخد وقت ولا هفكر، أنا عندي قراري لو أنت موافقة. بس أنا محتاجك تفكر وتاخد وقت. شوف يا أستاذ محمود، أنا مش هقولك زي الناس ما بيقولوا، استنى ما نسأل عليك ونعرف عنك كل حاجة. أنا شخصياً بثق في اختيار سامي أختي، طالما وافقت عليك يبقى أهلاً بيك. شاكر جداً طبعاً لثقتك دي. وفي نفس الوقت لو طالبين مني أي طلبات في أي حاجة نتكلم فيها بخصوص الجواز أنا تحت أمرك. هو أنا عاوز أقولك لا يعني... يا محمود، التفاصيل دي كلها انا وانت بس اللي هنتكلم فيها، هنشوف ايه اللي يناسب ظروفنا وبعد كده هنبلغ سامي. ايه الخلاصه يا جماعه؟ ازغرت ولا ما زغرتش؟ زغرتي. بص يا ستي، انا عندي شقه اوضتين وصاله في الماظه، وعندي 3600 جنيه في البنك، غير بقى شويه الهدوم اللي عندي مع شويه الكتب وشويه اجهزه والعربيه البايظه اللي انت عارفاها طبعا اللي ما بتدورش غير زق دي. كل ده ما يهمنيش، حاجة واحدة اللي عايزة أعرف عندك ولا لأ. حاجة إيه دي؟ الطموح، عاوز تكبر ولا راضي باللي أنت فيه؟ لا أكيد طبعًا عندي طموح ونفسي أكبر. يبقى أهم حاجة في ارتباطنا النجاح، إن أنت تبقى أهم مؤلف في مصر. بص يا سامية، طول ما أنت معايا واقفة جنبي هبقى أكبر مؤلف في مصر. لا يا محمود، أنا مش عايزاك تكبر وتنجح عشان أي واحدة ست واقفة جنبك، أنا عايزاك تنجح عشان أنت عايز تنجح. افترض إن أنا ما ظهرتش في حياتك، كنت قتلت الطموح جواك؟ لا طبعا. خلاص، يبقى أهم حاجة إن أنت تنجح،
تنجح عشان نفسك، عشان انت تستحق النجاح. كوني موجودة في حياتك او مش موجودة ده مش مهم. فهمت. انا بفكر ابيع الشقة بتاعت ألماظة، ومن تمنها اقدر بقى اجيب شبكة كويسة وادفع مهر كويس. ممكن ناخد شقة مثلا قانون جديد لغاية ما ربنا يكرم، ناخد بقى ساعتها بقى شقة تمليك او قانون قديم براحتنا يعني. على فكرة انا عندي شقة كويسة ممكن نعيش فيها، وما تضيعش فلوسك على القانون الجديد، وبعد كده لما ربنا يرزقك نطلع التمليك على طول. سامي انا مش عارف اعمل ايه عشان اثبت لك ان انا بحبك. انجح واكبر وخليني افتخر بيك، هو ده كل اللي انا عاوزاه. مؤلف كبير زي حضرتك، هنا هتبقى اوضه المكتب وجنبها اوضه النوم، وهنا هتبقى عندنا بلكونه كبيره نقعد فيها ونستمتع. ايوه بس فلوس الشقه دي يعني هجيبها منين؟ انا كان عندي وديعه في البنك، كنت فاهمه ان دي التامين. دلوقتي يا محمود انت اهم تامين في حياتي. ربنا يخليك ليا يا ساميه، بس ما احنا قاعدين في الشقه الصغيره بتاعتنا دي لغايه ما ربنا يكرمني ويجي لي قرشين واخد لك الشقه اللي انت عايزاها. على فكره الشقة تمنها اندفع وعقدها في شنطتي. بس ما بسش يا محمود، أنا كمان دماغي ناشفة جدا وعنيدة، بس ساعات عندي بيبقى في حاجات كويسة زي موضوع الشقة. معقولة؟ معقولة جوزي المؤلف الكبير اللي بيقابل مخرجين ومنتجين لازم يقعد في شقة كبيرة زي دي؟ اتجدعن أنت وحوش فلوس كتيرة عشان تقدر تفرش لنا الشقة دي. ربنا يخليك ليا يا سامي. ويخليك ليا يا محمود. محمود عشان خاطري توافق، عشان تكمل فرحتي.